فيك ما بقى تطلع عليا نحن وعم نرقص وتطلع شوي بالناس اللي حواليك. من أي متى أنا بتطلع على الناس اللي حوالي؟ بس أنا عم بتطلع. ما عم ينحكى بهالهرس إلا علينا. ما أنه شي جديد، الناس دايما بتحكي علينا. بس البطلة هالمرة عروس بيروت. ليلة ست سوريا وبطلت على راسنا. سوريا اصلا بعدها مرتين. انا فهمت هالشي للناس من شوي. بعدك عم تقول عن وحدة حدتك هلا قدام الكل انها مرتك. شو ماما؟ شو ناطر؟ ايمتى ناوي تطلقها؟ شو بدك تعمل بعد فينا وفيك لحتى تطلقها؟ اللي بيني وبين سوريا ما بخص حدا غيرنا. سوريا ما عملت شيء خلينا نوطي راسنا. بدي خص بالذكر عائلتي. كل فرد كان موجود هون وقف معي بهذا النهار. عائلتي اللي ما بتعرف بوجودي من فترة طويلة، سنين طويلة. بالظاهر شرفتوني اخواتي اصدقائي والشباب الحلوين. امهم الكريمه العزيزه ليلى ظاهر. زوجة فوزي ظاهر يلي بيكون ابي.